مشينا لتاكيو، مشينا طلعنا من تاكيو دي سلوغان بيان ديتيرميني في علاقه باعتصام جرح وشويه ديال الثوره. العباد اللي قادت 15 نهار كريب دو لا فام غزل المحط، دونك خرجنا اربعه من الناس باش نتاكيو. طلعنا لزانور بيان نور حيت اللي نسات، دونك هبط مهدي باش يتاكي. نحنا قعدنا في الكرهبه، هبط باش يتاكي تسقط دورة اللصوص والبوليس، دونك هو جوست تاكا تسقط دورة اللصوص والبوليس جاي. دونك هزو مهدي وهزونا نحن الكل للمركز المناع. بون لمحال هو تم تعنيف عادل زيدا الشوفور، ضربوا البوليس، هزونا استجوبونا، صححنا اللي صار، ما صححنا على المحل اللي صار. وبعد كلموا المركز نتاع البحر نتاع شاردي قال باب الغله، اول مره كنت ديال الستيم، كلموا الستيم قالوا راه فما تاك في باب الاذاعه، في حيط الاذاعه ونفس الكتيبه، وكان فيه شعار قضاء تعليمات يحاكم ابناء الخط الديسمبري، دونك قالوا راهو نفس الخط ونفس نفس نفس السيناتور ونفس الشعارات مكتوبه خاطري ملوده في زوزو الثوره باقي، دونك جيبوهم. مشينا هزونا من منار للستيم، الستيم كان معبي ما نجمناش ندخلو، دونك هزونا المركز باب الغله. تم استجوابنا، قالوا اللي نحنا كتبنا التاج هذيك فيكو نفس الالوان نفس الحكايه، ويقولوا اللي هما راو الكرهبة في لافهيت. بون اذا كان راوها من عرشاش ما وقفوهاش، اذا كان راوها بالرسمي معناها فوالا. دونك صححنا على محاضر اخرين زادا في المركز، واليوم يعادوا يتصلوا بينا، اتصلوا بمهدي وقالوا اليوم حاجتهم بينا في مركز باب السويقة. يا سافا غني التاج الاخرى اللي يحبونا نهزها، نحن اول مرة نخرج الجروب مع بعضنا معناها، دونك اما كل واحد فينا معناه ديجا عنده سوابق وحده معناها، سوابق مع التاج وحده معناها. دونك مهدي ابارامون تشد تقبل، ونحنا في موفمون زوي ولا تشدونا زدنا ولا تقبل، دونك هذيك هي تقعد معناها ديما نفس الحكايه تتعاود تتكرر معناها. علاش نتوما بالذات فما برشا عباد قاعده تاجي في الحيط، علاش نتوما بالذات؟ انا نصور خاطر الميساجات معناها، على خاطر حتى هو فما حتى عباد تكتب لك الله لا ترحم والدين اللي حط الزبله هوني معناها بالتاج، حتى هذيك تاج معناها وما يشدهمش معناها. اما نصور اللي فما ميساجات تقلق، فما ميساجات ما يحبوهمش، فما ميساجات بون خاطر سافاغ معناها، مش صحيح حكيت نحن نبدا في حريه التعبير ونتكلموا محلينا ونقولوا شنو نحبوا معناها، سيت افيغي كو نو. المساج اللي قلق يشدوا لي كتبوا كهو معناها، وكان لازم يلفقوا له مساجات هو تاقى في تونس، يلفقوا له مساجات سيدي بوزيد وكسرين وجيبس ويهزهم الكل معناها، تاقيت الجمهوريه الكل يهزهم الكل. امبارح تشديت في بحث الانصات على تهمه كتاب على الجدران، المشكله فيش معناها كيما كانت تحكي في ريال، التهمه في حد ذاتها مش الكتاب على الجدران، خاطر فماش حيط في تونس معناها مش مكتوب عليه حاجه، ولكن التهمه في حد ذاتها هي انها معناها المطالب اللي عاودت تتحيرت بعض اللي تشدوا ابناء الخط الديسمبري. النظام في تونس الاشكاليه انه الافعى التي معناها غيرت جلدها معناها كان الجلد نتاعها معناها كاسح شويه معناها ولا اكثر نعومه، حتى في عمليه الايقاف واحد معناها البوليس معناها كان فرحان بينا في مستوى حقوق الانسان، ولكن الاشكاليه انه اللدغه نتاع الافعى معناها تقعد ديما، حتى المشكله في النظام القانوني معناها هو العمل اللي قمنا به غير قانوني، وانا نعرف اللي هو غير قانوني وصرحت به ونعرف الحكايه دي، ولكن الاشكاليه في القانون في حد ذاته. هل ترى بعد دستور معناها انتخابات ما يسمى بانتخابات، هم يقولوا ما يسمى بالثوره، ما يسمى بانتخابات 23 اكتوبر واللي من بعده، هل ترى معناها القانون في حد ذاته تغير ولا لا؟ القانون مازال يخدم في صالح النظام القديم اللي عاود تبدل في بطريق اخرى وبوجوه اخرين، ولكن نفس المافيا مازال تتحرك في الدوله ومازال نفس النظام يحكم.
القانون هذايا هو اللي جاب التطرف، القانون هذا هو اللي جاب الإرهاب، القانون هذا هو اللي جاب الإجرام، القانون هذا هو اللي جاب الجهل، القانون هذا هو اللي خلق معناها أغلبية معناها متاع ناس في قارة وأربع كابيت مافيوز في تونس معناها يحكموا تحالف اللصوص مع البوليس. القانون هذا هو اللي يشد تو في في أبناء معناها الثورة. القانون هذا هو اللي سيب قتلت شهداء وقتلت شهداء وسيب الناس اللي أعطت الأوامر وتستر عليهم. القانون هذا هو اللي قاعد هو اللي تستر على شكون وراء اغتيال شكري بالعيد شكون وراء اغتيال البراهي. معناها في حد ذاته معناها كي نحكيه على العملية معناها الشباب اللي قاعد يقوم به هو اللي هو يخالف القانون، هو معناها شباب واعي انه باش يخالف القانون على خاطر القانون هذا اللي ثار عليه وماتوا من اجله 300 شهيد وجرح الجرح وتشد في الحبس تشد. القانون هذا ما تبدلش معناها لذا شرف معناها كتبنا معناها الشعار الثوره باقي معناها الشباب هذا ما داو مازال في نفس اللي يعاني في نفس المشاكل ومازال يتعرض للايقافات ومن اجل حتى شيء معناها ما فماش في تونس شكون هز سلاح وشكون هذا معناها حتى اللي قاعد التحركات اللي قاعده تصير والطرق معناها التعبيريه معناها بطريقه سلميه. احنا اليوم على خاطرنا معناها عاودنا معناها جبدنا معناها الارشيف نتاع هذه علاش قاعدين نتمسك في النهايه معناها احنا الناس رانا نحبوا الحياه ونحبوا الشعر ونحبوا الفن ونحب نلقي تحيه قول احمد شاكر بن ضيا شاعر احمد شاكر بن ضيا يقول ما تسالش انا شكون اهبط للشارع تعرفني ورص رصاصك في المقرون وابعث كلابك تخطفني قلبي بالعزة مفتون وظلمك عمره ما يخوفني واذا التهمة انقلت من هون انا مجرم ويشرفني.